يجوز البكاء؟ ايه سر تميز القصة دي واحكي لي عنها، وليه لا يجوز البكاء؟ الموضوع ابتدى كنا مجتمعين ناشرين وكتاب وكده، وكنا بنتكلم عن ضرورة ان احنا نعمل كتب للبنات علشان تقويهم وتمكنهم، اللي هو girl empowerment يعني وكده. فانا وقتها فكرت قلت طيب احنا اوريدي عملنا كتب كتير للبنات، وانا حاسه ان البنات المصريين والبنات يعني عامه مش حاسين بنقص قوي حاليا. البنت خلاص بقت شايفه مامتها، وكل الستات قادرين يعملوا كل حاجه. صح. الست شايله البيت كله، وبتروح وبتيجي وبتعمل اي حاجه هي عايزاها. فما بقاش في الضروره قوي ان احنا نعلم البنت ان انت تقدري، او ان انت هي بقت عارفه انها قادره. البنت عارفه، بس ما زال في مشكله ما بين البنت والولد، او ما بين يعني في مشكله لازم تتحل. فانا كنت شايفه ان الولاد هم اللي محتاجين اكتر كتب، اكتر ان احنا نفهمهم حاجات. الرجولة تبقى ازاي بعد كده في المستقبل، يشيلوا مسؤولية، وغير كده كمان ازاي يعبروا عن مشاعرهم. يعني دايما الكاركتر بتاع الولد في الكتب هو الكاركتر القوي اللي هو بيعرف يحل المشاكل، اللي هو بروتكتيف. مثلا لو بنتكلم عن قصص فيري تيل زي سندريلا وكده، شخصية الست غلط، لان الست هي اللي دايما محتاجة الراجل، او ضعيفة وضعيفة. بس في نفس الوقت الراجل في القصص دي هو اللي دايما قوي، هو اللي دايما بي 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 بينقذ. فبالنسبة للولد بيوصلوا الإحساس إن أنت ما ينفعش تبقى ضعيف. والإحساس ده مضر جدا بالنسبة للولاد، لأن هم بالتالي بتلاقيهم بيبتدوا يخبوا مشاعرهم، بيبتدوا ما يبقوش نفسهم، ما يبقوش على طبيعتهم فالبنت عندها البريفليج إنها تقدر تبقى ضعيفة لو هي عايزة. لا، البنت تقدر تعيط في أي وقت، تقدر تعيط في أي وقت. بالظبط. الولاد لا، أنت راجل أو أنت ولد. أنت بوي، ما تعيطش أبدا. وده مفهوم خاطئ جدا يعني. فدي اللي بتعمل مشاكل أكتر من أي حاجة تانية يعني في العلاقة فيما بعد. بس فده اللي أنا حبيت أوضحه في الكتاب، إنه لا يجوز البكاء. ده مفهوم غلط، مفهوم غلط، وإن يعني موجه أكتر للولد، إن أنت باين مشاعرك عشان تعرف تبني علاقة صح. وللبنت برضو إنها تفهم المشكلة جاية منين يعني. صحيح. أنا لافت نظري قوي إن الكتب مصورة. يعني ايه الفرق ما بين الروايات العادية والروايات اللي هي القصص المصورة من وجهة نظرك يا رانيا؟ هي مسألة أذواق يعني. في ناس بتحب قوي القصص المصورة، في ناس بيفضلوا يقروا الرواية. بس أنا حاسة إن دي القصص المصورة دي بتوصل للسن ده اللي هو اليافعين. سن كام بقى تقريبا؟ الكتاب ده تقريبا من 12 ل 16. الشباب الصغير يعني. الشباب الصغير. وعلى فكرة بس حابة أقول الكتاب من رسوم حنان الكرارجي. القصة دي يعني مش رسومي أنا يعني. فحنان عملت مجهود كبير قوي فيها، والقصص المصورة بيبقى مجهود الكاتب زي مجهود الرسام بالظبط. طبعا عشان تعبر عن كل كلمة انت كاتباها وتقسمها لصور. كأنها صور متحركة، كأني بتفرج على القصة بشكل صور متحركة. هو أنا يعني أنا حابة المجال ده جدا، وقصصي اللي جاية إن شاء الله هتبقى معظمها مصورة، لان انا حابه اصلا السينما، وكان نفسي ان انا اكتب سكريبتس للسينما، ويمكن قدام شويه اعمل ده. فده اقرب حاجه للموضوع ده يعني. لو اخترت